صحيح لما كلم السماء واخفض الماء، صحيح؟ تمام. طيب ليش ما اسمع استخدمهاش في اسمع المسائل اسمع السروية؟ لا خلينا بس أوفي سؤالي، ليش ما يا اخي، استخدمهاش انتم في المسائل السروية للشيخ ليش ما المفيد تعطون للمقابل صفحة يتكلم؟ يعني 92؟ بس يا أخي اسمعني وبعدها جاوب براحتك، اسمعني، بتعلق على تعليقك. في المسائل السروية للشيخ المفيد صفحة 92 أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه كان يهدده ويواعده. عن مين يقصد؟ عن عمر رضي الله عنه في زواج ابنته أم كلثوم. ليش هانا ما استخدم الولاية التكوينية؟ في حدا بيزوج بنته غصب عنه؟ تفضل جاوب. ومين معلش القرار؟ احنا ما بنتكلمش عن أي شخص، عن أشجع الفرسان في الإسلام علي بن أبي طالب. تفضل جاوب. كملت، بس عندي نقطة أوضحها وفي للمتابعين طبعا الموجودين. لا لا، الشيعة، جاوب على سؤالي، هو راح أجاوبك والله، راح أجاوبك والله، بس يلا خليني تفضل. هاي نقطة صغيرة بالله يعني. عليك لا تروح الكتب الشمالي ولا الكتب الجنوبي، والله ملينا والله من ما هذا أروح يا أخي، الأسلوب. والله جاوب ما على أروح. السؤال. خليني أطرح طب فكرة تفضل. شوية معلومة الناس استفاد بها وارجع السؤال، ما اطول حتى ثواني. أول إشي بالنسبة جاوبني للشيعة، وبعد أخذ وقتك. لا أول حول إشي الله، جاوبني، لا حول الله، أنا هو مش راح كل يوم، اجاوبك في التيك توك، يا اخي، راح استغل اجاوبك هاي والله. الفرصة واغتنمها. يلا تفضل. هسه تسكت ولا اتكلم ولا انزل؟ يعني ما فهمنا، تحكي ما تخليني احكي يا اخي، لا إذا بدك، تصيغ عن اتفضل. الموضوع انزل، لا لا، نفس لا خليك في نفس الموضوع. الموضوع، بس نقطة يعني كلمتين أوضحها وأرجع الموضوع، ما أطول أصلا، بس على مود هاي المرة أول الصعدة إشي اللي قالت. جاوبني، هو راح أجاوب يا أخي، راح لا أجاوب يا أخي، تراوغ راح يا أبو أجاوب. منتظر، لا لا تراوغ. حول الله، هم حكي هسه مو انطيتك براحتك تتكلم، ليش ما تخليني أتكلم؟ المرة هاي الصعدة شوهت اسم الشيعة، بدي أوضح هاي الصورة. الشيعة لا تنقسم إلى فرق إله، يا أخوان، سيبك من المرأة، الإمامية وسيبك من الكيس، والكيسانية سيبك من والفطيحية الناس، سيبك من والواقفية السنة، وال... وسيبك من لا الشيعة. يا ابن الحلال، يا ابن الناس، سيبك من البشر كلهم. جاوبني على سؤالي، تفضل. احكي براحتك، انت حلل في وسكك، خلينا انا مستمع. يلا والله أنا يا بسألك اخي، ما إشي تخلون واحد يعني. يتكلم، ما تخلون واحد يوصل فكره لعده. شنو الكلام هذا؟ شنو معناته هاي؟ طب يعني أول كل إشي البيوت جاوبني هيك، على والله سؤالي يا أخي، ما تخلون افهمني، واحد. افهمني مو بأفكارك، قلت لك، هو يمكن قلت لك تقنعني جاي، وأتشيع يا أخي، قلت لك جاي على سؤالك والله، قلت لك جاي على سؤالك والله، لكن انت ما تخلينا نتكلم. بس هاي المره ذبتين أنا شبهه عشر وراحت، دقائق بدي اوضحها للناس، أبو ما منتظر، اريد انك نص دقيقه أنا واسكت عشر نص دقائق، دقيقه. 10 دقائق راح أوصل المستشفى، راح أوصل الدوام. جاوبني، اسمعني خليني أستفيد. اسمعني اسمعني، هو لماذا راح علي يجاوبك، لم بس لا يستخدم الولاية التكوينية في زواج ابنته واستخدمها مع السمك؟ تفضل جاوبني وبعدها شيعنا كيف ما بدك. أنا أطلب من أبو تمام. معاذ يتيح لك تمام، الفرصة تشيعنا. تفضل جاوبني هسه بالأول. بعد لا اتكلم، لا اتكلم اصلا لما اكمل كلامي. بالنسبه للشيعه فرق كثيره، يعني هاي المره ذبتها شبهه، ونرجع لسؤالك، لا تخاف، نرجع لسؤالك. لا إله قالت إلا الشيعه، الله محمد قالت رسول الشيعة الله. يا اخي، يا أخي ليش ما سيبك من تخلينا نوضح المرأة، الناس؟ سيبك من تردون المرأة، ما لنا مال تشوهون على المرأة، الشيعه مو؟ أنا بكلمك، هسه جاوبني راجع على راجع سؤالي راجع، وبعدها اطرح فكرتك. انا صعدت على مود هاي والله، بس ما يخالف اجاوبك على سؤالك. الشيعة فرق واحد، شلون لما المرأة ترجع، لما هي ترجع يا اصعد اخي؟ بدي وجاوبها، اوضح تمام الآن؟ للناس، أنت معي يا أنا. اخي بدي اوضح للناس. هسه هاي الناس سمعت راح تسولف انه الشيعة يقولون انه الوحي انطى غلط وانطى رسالة بس للعدل. أبو معاذ ما قصر، قال لها أنا هاي فرقة محددة، جاوبها، بلزمش توضح. تفضل جاوب على لا ما سؤالك. اوضح، لو لا ما سمحت. اوضح، لا. اللي لا يجي يحكي عن قال، أظني أنا الشيعة، اللي بقول لك شو يتكلم، قال. اسمعني، اللي يتكلم عن الشيعة قال هذه يقول فرقة، الشيعة الجعفرية قال الاثنا فرقة. عشرية، تمام؟ هذول الشيعة، لا يتكلم بغير شيعي. الزيدية، الفطيحية، تمام الكيسانية، الواقفية، النصيرية، تمام الزيدية، ما العلاقة بها. وصلت الفكرة، هاي كلها فرق ضالة، وصلت. جزاك تابع الله خير، للشيعة، لكن فرق جزاك الله خير. ضالة. أنا أقول لك وصلت، بها. وصلت الفكرة. أنا السلام جاوبت على عليكم. سؤالي، تفضل. عليكم السلام. يلا جاوبنا على شاركوا البث سؤالك، يا تفضل. أحبة، شاركوا البث. نعم، لماذا الإمام علي لم يستخدم الولاية التكوينية عندما، شلون؟ عندما عندما شنو؟ كان عمر رضي الله عنه إيه؟ يهدده ويواعده فاضطر إلى مناكحة ابنته لعمر.
لماذا لم ايوه يستخدم الولاية التكوينية في هذا الزواج ولكن استخدمها مع السمع؟ تفضل جاوب. يعني قصدك يخالف امر النبي بعد كلامك. وين امر النبي؟ اطلعش من فمي كلام انا ما قلته، قلت لك ليش ما استخدم الولاية التكوينية في النبي زواج ابنتي لا لا لا، تعالى ولكن تعالى، وين استخدمها امر مع النبي؟ السمع؟ لا يا اخي كل شيء راح يصير وين النبي امر نبأ النبي؟ له. وين انا نبأ السؤال له. اهو، اسمع اسمع، وين امر النبي؟ قال له ما تدافعش عن مراتك. اتفضل. نعم. لا تقول لي ما دافعش عن مراتك، عن مالي؟ الاحداث كلها راح تصير، اسمع، عن الخلافات لا كلها احنا راح تصير بنتكلم، كذا، احنا راح يصير بنتكلم عن بعد زواج كذا، ام راح كلثوم يصير بعد ابو كذا. معاذ. يا علي انت تسكت، لان حفاظا على الامه الاسلاميه، حفاظا على الاسلام. وين الوصيه مكتوبه؟ فين الوصيه بس عشان اطلعها؟ بارك الله فيك، وين الوصيه؟ بس عايز اتركها، اطلع الوصيه. اقول لك احنا حسب عقيدتنا، حسب وين الوصيه؟ موجوده الوصيه في كتب. والله وين الذي لا اله غيره، لا وين انت وين؟ ولا اكبر معمم بيقدر يجاوبني على سؤالي. والله طب الذي لا خلص اله غيره. خلص مع رامي وبعد كده انا مستنيك على الوصيه. يلا اخي اسأل سؤالك يا رامي عشان الامام هو علي يكون سكت، نسي. الامام علي سكت. سالته ابو معاذ، وصيه هذا جواب لك في المساء، ان اسمع كان من اسمع، يكون راح وسالته يجاوبك رد. لو ابن تجيب الناس، اكبر معمم، اسمعني اسمعني اسمعني، اكبر اسمع عالم عند شوي، الشيعه اسمع، ما ينفيك خلينا نفهم ابو هالجواب، لا معاذ تعبني. المساله. هسه اجي ابو معاذ، اسمع شوي. في المسائل السرويه للشيخ المفيد صفحه الفاروق 92، ان يريدك امير المؤمنين صار. كان مضطرا الى مناكحه الرجل لانه كان قول له يرددها راسلنا على التليجرام. ويواعدها. تمام. انا سالته ليش علي لم يستخدم الولايه التكوينيه في زواج ابنته لعمر غصب عنه ولكن استخدمها مع السمك. من حديت ما انت رحت تعمل قهوه لحديت الان ما جاوبني، مره ياخذنا على القطب الشمالي مره على القطب الجنوبي. شلون هالح هذا شنو سؤالي. الحديث هال شنو هالحديث؟ المسائل السرويه للشيخ المفيد صفحه 92، ان امير ايه؟ المؤمنين كان مضطرا اي غصب عنه مضطرا الى مناكحه الرجل اي يزوج بنته لعمر. كلمنا على التليجرام يا فاروق. فاروق لانه كان يهدده ويواعده، اي ان عمر كان يهدد ويواعد علي، فعلي اضطر انه يزوج بنته. فانا بسالك ليش في هذا الموقف علي لم يستخدم الولايه التكوينيه حتى ينتصر على عمر ولم يزوجه ابنته ولكنه استخدمها مع السمك؟ هل السمك اهم من ام كلثوم؟ هذا سؤالي. ليش مع السمك استخدمها ومع عمر ما استخدمهاش؟ يا اخي جاوبني. ما عندك علم؟ كل ما عندي علم، بحترم جوابك ولكن جاوب. شكله فات على وضعيه الطيران، مش فاهم انا. لا مو وضعي الطيران ابو منتظر. الحديث هذا، الحديث هذا قلت بيه شنو هو الحديث؟ الحديث هذا المسائل السرويه، لا تقول لي بالكتاب الحديث، الحديث اقرا لي صفحه 92. اي الحديث ان شنو هو؟ امير المؤمنين، ان ايه امير المؤمنين طبعا بين ايه قوسين عين، كان ايه مضطرا الى مناكحه الرجل لانه يهدده ويواعده. اي لحظه لحظه، شنو معنات هالكلمه اللي حكيتها؟ خلي ابو معاذ يشرح لك، انا زوري لا راح. انت اشرحها، لا انت شرح. يا اخي من ترمش بها، وضحها للناس مثلا حتى الناس تفهمها، ان الناس امير تفهم غير. المؤمنين ايه كان مضطرا، مضطر ايه اي مجبر، جيد مجبر جيد، مضطر على شنو؟ ان يناكح الرجل، شنو معنات يناكحه هالكلمه في اللغه العربيه اي زوجه، يعني زوجه. ها اي وضح، وضح للناس، وضح للناس حتى الناس تفهم بغير موضوع. ذيك مره سيبك واحد من الانجليزي، واحد ما سيبك من يفهم الانجليزي يا فاروق، قلتم قلتم يا حبيبي بربك، قلتم قلتم يا بابا. قبل فتره واحد ما هنطيف يفهم يقول لي الامام علي يناكح الرجال بهاي الروايه نفسها. اكو ناس ما لا تفهمها لا يا لا اخي، والله ما تفهمها. لا لا، نكاح الرجل اي يزوج الرجل ابنته، جي هذا جي المقصد فيها، هي يزوج هذا. توضح للناس، الناس ما حاسد علي تفهمها. ان يكون كذلك. ليه انت لا مفكرنا شيعة؟ أشرح انت لك مفكرنا شيعة يا ابو منتظر نقول مناكحته للرجل؟ يعني اخذوا والله مثلا لا لا لا، والله انت مفكرنا علاء المهداوي لما قال، لا 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 لا. اسمع اسمع، انت والله مفكرنا زي علاء العظيم اسمع يا رجل اسمع، انت مفكرنا زي علاء المهداوي لما قال حديث السيدة زينب انكحني ربي اي تزوجني ربي. انت مفكرنا شيعة يا ابو منتظر؟ بارك الله فيك. لا لا لا، اكمل لا اكمل اكمل مو قلت لك يا اخ، واحد من اهل السنة والله احتج بيها، والله علاء والله المهداوي احتج قال بيها. انكحني ربي اي اقسم بالله، تزوجني ربي، اقسم والله بالله. الفيديو عندي. وبعدين واحد من السنه كان صاعد شويه عنده عقل، قال لا يابا مو هالموضوع، مو كيف كيف لما نوضح له. واحد يلا اقتنع، يعني واحد ما يعرف معنى هالكلمه شنو. طيب تفضل. الان شفت انه احنا صادقين وامنين في الروايات،
انت نعم هان تفضل. عند ناس متعلمه، ناس مثقفه، احنا مش ناس من نعم الشارع زي اللي عندكم اللي وين بيظلوا اللطمة يا يدرسوا. حبايب؟ حبايب وين الامر التقليص على ليش الشاشة علي يا ما إخو؟ استخدم التكوينيه في هذا الموقف ولكن استخدمها مع السماء؟ تفضل جاوب يا اخي، اذا ما بدك تجاوب على قولة اخونا ابو معاذ غطيها ريحنا. لا 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 ما بغطي يا أبو منتصر. على اي منها جاوب؟ على هاي وعلى الدخول على الزهراء بستفتهم عليه ما تنا جاوب. يا راجل لا انا عملت اله القهوة وشربتها وهو لسه بيشرح لك في ام السؤال. نعم، مو قلنا لك وصية من النبي، مو خلص يا قلنا عم لك انا وصية من استسلمت، النبي يا اخي، مو قلنا لك سجلوها علي، وصية على واذا في الاحداث شيء اللي عارف راح بس تنزل اجبها لي عليك يا عم انا استسلمت يا بقى علي، راح خلاص. يصير لك كيت وكيت وكيت، ما تحكي ولا تتكلم، خلصت هذا الجواب. الله يهديك كيتو يا ابو كيتو منتصر، الله كيتو يهديك. كيتو. لا لا استنى والله احلى جواب سمعته في حياتي من يوم ما دخلت التيك توك. الاجابه يا شباب اسمعوا اسمعوا الاجابه كيتو 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 كيت 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 كات كيت كات 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 كات. والله العظيم رب دي اجابه ولا محل شوكولاته يا رجل؟ مو هواية امور يا ابو معاذ، مشي اسرد لك يعني ساعه. يا انا رجل على يا رجل الخلافه، على يا الخلافه حبيبي راح يا انا اقول لك حبيبي شنو. ثواني تعال اسمع تعال اسمع اسمع اسمع، مو ثواني لا لا ثواني انا اقول لك ثواني شنو. ثواني قال لي يا يا علي رجل راح يختصمون منك خلافه، اول واحد ابو بكر. ثواني اسكت ثواني ثواني اسكت انت، ثواني. بعدها انت قاعد يختصمها عمر، اسكت انا؟ اسكت انت، طيب انا بعدها طلعت منها. طيب يهجمون طيب على بيتك، واسكت انت، بعدها يجون بنتك ياخذونها قوه وانت ما راح تنطيها، اسكت انت. هاي الاحداث، اسكت بعدها اسكت معاويه انا راح ليه؟ يحاربك وانت تسكت. اسكت انا ليه؟ والله اسكت يا ليه؟ خال احداث بس ما عدتها لك. بعدها راح تطلع عايشه عندك حرب الجمل، وانت راح روحك ترجع راحت. على بيتها، لا تعمل اي شيء، ترجع لها هنا. هذه احداث يا اخي راح والله تصير. لا تابعك يا ابو منتظر. ها ابو منتظر مالك المتابعة يا ابني؟ سلامتك، اشرب طاسه الخضه. مالك في مالك مالك؟ لا مو والله قبل شويه ابو بس منتظر تقول لي، تقول لي شنو كيت وكيت، يعني ابو اعدد انت منتظر كلهن انت احداث اللي قاعد تقول هوايه كيتو 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 كاتو كاتو احداث مال 25 سنه. كيتو. اسمها الكيت كات. ممكن اسال عليكم ابو السلام. وعليكم يعني السلام حتى ورحمه بحرب الله. الجمل، حتى بحرب الجمل وصى عليها بعش ابو تريد. منتظر حرب ابو الجمل منتظر ابو منتظر ابو منتظر ما استردفتهم. هسه انت خلص لك سؤال عقلاني، ليه انتم تحبون العقل؟ هسه انت تعرف بحبوا صديقك الحق عشان مش عندهم. يا ابو معاذ الله يخليك. لحظه هسه طيب انت طيب انت شخص عادي صح؟ تعرف صديقك اللي هو ابو مرتك راح يخونك ورا ما تموت، وتعرف مرتك راح يعني مرتك راح ما تسمع كلامك ورا ما تموت صح؟ انت كشخص اذا تعرف هالشيء راح تبقيها الله مرتك مصطفى. تخلي هو من جايب سيرة ازواج النبي؟ هسه انت جيتني صفح، من جايب وفق من سيرته؟ ازواج النبي يابا خلينا نحكي على هسه. انت ايه عندك انت ليه من اسمع المثل ابو ليه من منتظر جبته؟ خلاص المثل خلاص المثل يابا ليه من جبته؟ منتظر، ممكن احكي يابا منتظر. هسه خلينا نقول انت عندك اربع اصدقاء وانت راح تعرفهم راح يخونوك وراح يطعنون الله ظهرك من ورا ما تموت، تبقيهم اصدقائك لو ما تبقيهم اصدقائك؟ يعني شو تسوي لهم مثلا؟ مثلا اضطرهم. حسب رايك. يا ابو منتظر لا مو 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 اسئلتكم يا اخي تافهه، اسئلتكم الله تافهه، اقسم بالله اسئله تافهه، اقسم بالله اسئلتكم تافهه. طيب الدور علي، الدور علي يا شباب، الدور علي الله يرضى عليكم، الدور علي. لا انا بقى بتاع الاسئله الصعبه. اي لحظه انا بتاع الاسئله الصعبه. تعال تعال تعال. وين تجيبون جواب منطقي؟ أبو معاذ المرة اللي فاتت لما كان معك دقيقة بس بعدين ذاك المرة اللي فاتت لما كان معك أنت والشيخ ناصر، يعني كنا بعد الدوام ليل كل الطاقم الطبي بك نايم، والله من الضحك صحيتهم فكروا في حالي طارئة أدش علي. اسمع اسمعي راح أسألكم سؤال، أنا تابعتك إذا يا أبو بيكم منتظر خير والله تابعتك بدنا تجاوبوني متابعة بالله عليك وتقنعوني راح تندم على متابعي. المتابعة دي. اسمع اسمع لا أبو والله منتظر تابعته. أبو راح منتظر أسألكم لحظة 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 لا إذا اسمع 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 أصحاب اسمع اسمع علمية يا رجل اسمع لحظة لحظة اسمع لا اسمع لا لا اسمع انت بس وكل اسمع شوية انت بس لحظة ننهي اسمعني. الكلام وبعد كده اسال، ننهي الكلام واسال، ما عندي مشكلة والله، ننهي الكلام واسال. عايزك تقول لي وصية النبي لعلي موجودة في أي كتاب عشان أطلعها وأعرضها بعدين قدامي. بعدين هاي بعدين لا 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 أنا عايز وصية النبي، يلا طلع لي وأقول وصية لك النبي. تخافون مو أقول لك تخافون، والله تخافون الشيعة أنت اللي أقسم خايف، بالله هو تخافون طلع لي من وصية أسئلتهم. النبي. و...
والله العظيم نسألكم أسئلة طلع منطقية لي ما وصية تجاوبونا، النبي لكن أنتم أستاذ. تسألون أسئلة غير منطقية. لا طب أهو أنا راح سؤالي أسألك سؤال منطقي، منطقي ثواني يا وكل الناس منتظر، تفهمه، فن واحد ثواني يا منكم أنتم منتظر، الأربعة تجاوبونه، ثواني يا فن واحد منتظر، جاوبه. ثواني والسؤال ثواني، السؤال تعالى سهل، بس، إذا أنتم أصحاب أربعة فين علمية، صحيح؟ أربعة وين؟ إذا ثلاثة، أنتم أصحاب أنت علمية مش عاد شايف ولا تجاوبوني. إيه؟ ذاك اليوم أشرف غريب من سألته نزلني رأسا ما قدر يجاوبني. اتفضل اسأل سؤالك، يلا يا سيدي، راح أسألك، تفضل. الإمام حسب علي حاله إذا معناه. هو راضي بخلافة أبا بكر ليش ما بايعه لمدة 6 أشهر؟ لا جاوبني سؤال منطقي. احنا عندنا الامام علي بن ابي طالب بايع ابو لا بكر تقول لي مرتين، لا، بايعه أمال مرتين، المرتين أنطيني بايعه، المبايعة الأولى. اسمع اسمع، طيب طيب ما في مشكله، اسمع بس، بايعه الاولى فلم يحضرها كل المسلمين، فتكلم في خف يا الامر علي. اناس، اسمع بس، كيف لا اله كيف الا الله، فبايعه بيعه ثانيه، جدد له البيعه. انا هنا بقى مش مشكلته انه تاخر، انا مشكلتي معاك، بايع ولا ما بايع، هو ده لا ما الالزام. بايع، ما بايع، امال انت بتقول ازاي لماذا بايعه بعد 6 اشهر؟ مو انت تقول لي بالبداية بايع، انا احكي لك ممتاز بالبداية. ممتاز، انت بتقول علي ما بايع صح، انطيني بكتبك بايع اول يوم او ثاني يوم، انطيني بكتبك، اذا مو بكتبك ثواني احنا ثواني بس بكتبنا اصبر علي، لا اولى ولا ثواني بس، ثانية، اتنين من فيها. لا تفضل. اله الا الله، ثواني، انا دلوقتي لما اطلع لك بيعة علي بن ابي طالب لابو بكر من نعم. كتبك، الزام عليك ولا مش الزام عليك؟ البيعة الأولى أريدها انا من انت كتبك أو دلوقتي من انكرت، شوف كتبك شوف أو رجع في من كلامه كتبي، يا شباب، نفس الجدال لا اللي صار ويا تقاطع، أشرف لا غريب تقاطع، وبعدين ثواني نزلني ما ثواني لقى ثواني، جواب، نفس السؤال تعال انا لسه أريد اصلا من ما جاوبت كتبك. عليك وانا لسه طلعت مصادر، اسمع بس، انا بس لازم الاول الزمك وبعد ما الزمك اطلع المصدر، جيد جيد ثواني، من علي اسمعني. بن ابي طالب، اسمع، علي بن تمام ابي طالب في كتب الشيعة بايع ابو بكر ولا ما بايع ابو بكر؟ تمام ها أجاوبك. ايوه، بعد 6 أشهر اتركها، إذا تحاجز بعد انا 6 أشهر شوف اتركها. شوف سيبك من الهرب، سؤالي صار هرب، علي بن ابي لما طالب، حصرتك صار هرب. نفس انت اللي اهبل، انت نفس اللي قلت لي والله علي ما نفس بايع. قضية أشرف طب غريب. ثواني أشرف غريب ثواني، قال عن كتبك يا عن ابو كتبك منتظر، ابو منتظر، يا أخي، انت هتقعد جاوبني جواب تتكلم كتير، منطقي. عايزين الناس ليش ما تفهم، اسمع بايع اسمع، لمدة 6 أشهر؟ كان سمعتها؟ منشغلا، كان منشغلا بمرض فاطمة، فاطمة ماتت بعد النبي ب6 شهور، كان منشغلا بمرض زوجته، سؤالي بس وهذا لحضرتك قدام الناس، معاذ نص وهذا دقيقة بعد الدليل، إذنك، انطني اياها، معاذ انا بس ومعاذ عايز نص دقيقة الزمه بعد بشغله يا إذنك. اخوه، عايز بس الزمه بحاجه قول، واحده، ما تقدر نقطه تلزمني، ما واحده، تقدر اسمع تلزمني. يا اخوانا بس نقطه واحده، نقطه واحده يا شيخ رامي، نقطه بالله عليك عشان بس ما تعديش مني، ثواني يلا بس يلا يا ابو منتظر، قدام 60 واحد على البث، في كتب الشيعة علي بايع ابو بكر ولا لا؟ أول أيام بيعته لا، وإذا أكو مبايع أجيبها لي. المهم المهم، بايع ابو بكر لا ولا ما تقول لي بايعه؟ المهم، أنا لا اله إيش الا قلت الله لك؟ قلت لك يا سيدي، بعد 6 شهور، شوف بعد 6 شهور، علي بايع ابو بكر ولا ما بايعه؟ بكتبنا موجودة، امال انت حتى قبل كل شويه منطقة قلت مش موجوده حتى. ليه؟ لا 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 تكذب، لا تكذب. أنت تقول انا بايع قلت لك بعد ست بايع شهور بيعتين، أنت قلت بايع بيعتين، طيب قلت لك انطيني البيعة الأولى طيب بصوا يا بكتبك اخوه، ولا بكتبي؟ طب خليني وزين؟ اتكلم بقى يا رجل، يا رجل اهدى 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 اهدى، خلاص اهدى يلا راح اشرب دلوقتي يا شاي، اخوه، على ما يا صرت عم شام شاي. اهدى، يلا ايه ايوه، روح اعمل اعمل شاي، بصوا يا اخوه بربكم، الراجل ده قال قبل شويه ان علي ما بايع خالص ولا ما قال؟ قال يا قيسي ولا ما قالش؟ قال يا رامي طبعا ولا ما راح قالش؟ يقول له لك طبعا. قال كمل. لا والله يا عم، ما انا سأل ربعي، ثواني ثواني، الو الو ابو الاشتر، انت معايا على البث، اظهر وبان عليك الامان، شايفك انت وابو الاحرار، ابو منتظر قال ولا ما قالش؟ قال اه يا عم، سمعت؟ قالوا قال، صدق والله بالله، حتى اقول لك ثواني اعرفهم ثواني انا، ثواني حتى لو ما ثواني قايل ثواني يقول لك قال ثواني مخالفين، ثواني، واحنا لا نسميه لا كلهم لا مخالفين. ثواني بس تفضل. يا عم، انا بيني وبينك التسجيل، قول والله انا ما قلت ان علي بايع، اتفضل، اقسم الله اكبر، بالله ابو الاحرار، ابو الاحرار اقسم علق، بالله
ابو اسمع الاحرار علق. اقسم بالله اسمع انا قلت معايا لك ولايه تكوينيه يا شباب، انا سؤالي معايا ولايه تكوينيه، خلي بالك. سؤالي اول بداية ما تكلمت لماذا الامام علي لم يبايع 6 اشهر؟ قلت لك ست ثواني اشهر لا، ثواني ثواني، انا هذا دلوقتي السؤال. في مشكلة. ثواني، اي ابو الاحرار طب بيقول ما علي لم يبايع، وابو انت منتظر قلت بايع بيقول بيع علي اشياء. بايع. لا استنوا، انا عايز افهم اصدق مين فيهم. ابو منتظر قال علي بايع، ابو الاحرار قال علي ما بايع، نصدق مين فيهم؟ اسمعني ها اسمعني اسمعني اسمعني، ما احنا تجاوبني يا حسب ابني. عقيدتنا، اسمع يا ابو، هسه بنقول لك بعد 6 اشهر احنا عندنا ما بايع دوم، بس يا حسب عم بايع الموجوده بعد 6 شهور، يا الكلمات اسمع اسمع، الموجوده بايع بعد بالكتب. 6 شهور اسمع، يا حبيبي يا حبيبي. ابو بكر حكم كم قد ايه؟ مش سنتين؟ 2 ونص. يا الله اكبر عليك، يعني علي بايع وكان تحت ايد الخليفه سنتين، صح ولا غلط؟ اسمع لا، هسه لا تشتت الموضوع يا ابو ما عادل. بيجاوب على حاجه. سؤال، ممكن سؤال سؤالي جاوبني عليه، ابو سؤالي عاد انت قلت قبل بايع ما بيع اروح، بس كم؟ قبل ما استاذن بس سؤال بسيط، انت سؤال قلت بسيط، بايع هن بيع سؤالين بالاحرى. ابو معاذ، السؤال الاول بعددك بس عشان بدي اروح. السؤال الاول، اذا علي لم يكن موافق على خلافه ابي بكر، فلماذا فاطمه طلبت ارض فدك من ابي بكر؟ هاي واحد. واثنين، في اثر الامامه للامام الجعفري صفحه 133، ان الانصار بايعوا ابا بكر في اول الامر وكان فيهم علي بن ابي طالب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ياك. يلا يا ابو معاذ جاوب جاوب، يلا على السؤال يلا. جاوبني، حاضر ابشر انطيني. انت مو قلت بايع بيعتين؟ مو تقول يا عم، ثواني بايع بيعتين، اول ثواني بيعه بالبدايه؟ ثواني انطيني اياها، ثواني موجوده ثواني. بكتبك. لحظه، حتى لو طيب بكتبك اقبلها، حتى لو بكتبك لا لا، في اقبلها، كتبك انطيني انت، اياها. في كتبك انت، خلاص في كتبك انت، البيعه الاولى مو الثانيه، البيعه الاولى، خلاص. لا تقول لي بعد 6 اشهر. اي لا البيعتين، البيعتين، ايه رأيك؟ يلا يا عم جاهز، ها لحظه، جاهز بيعتين شلون؟ انا اقول لك يا جاهز، جاهز، بيعتين شلون يعني؟ بس اول ثواني ما استلم ثواني. زمام طيب الامور. ايوه، انت عايز اي ان علي بايع ابو بكر مرتين، صح؟ لحظه، لحظة ايه اريدها اول ما يا استلم رجل، ابا بكر انت عايز الخلافه ان الامام علي، علي بايعه. الراجل ده بيفهم عربي، انت عايز ان علي بايع ابو بكر مرتين، صح؟ اي ومن اول كتبك. مبايع بدايه لا خلافته، اله الا الله، اول مبايعه الثانيه الراجل بعد ده 6 اشهر. بيفهم يا قيسي، لا هو انت عايز ان تتدلع علي بايع تتدلع، ابو مع بكر احترامي لك. مرتين، صح؟ عايز ان علي، يلا طلع عليه. الله عليك نعم الراجل ده، خليكم مركزين معانا يا اخوه لقصف الجبهه اللي سمعوني جاي. لو لا هلا صوتك ظهر، ثواني ثواني يا اخوه، ل 73 واحد على البث، اجهزوا لقصف الجبهه، قصف الجبهه العنيف. علي بايع ابو بكر مرتين في بحار الانوار، ايه رايك؟ تعال تمام. قبل اطلعها، قبل اطلعها، اريدك تكبسني، اريدك تكبسني يا ابو معاذ. وزين، بحار الانوار، اسمع لا لحظه تقاطع لحظه لحظه، لا قبل تقاطع اطلعها، لا لحظه تقاطع قبل اطلعها، لا انا طلعتها اريدك خلاص، اسكت يا اسكت خان، اريدك تكبسني. اسكت، طلع لا البيعه اسكت، الاولى، بقول لك اسكت، طلع البيعه الاولى، بقول لك اسكت. اول ما استلم لا ابا اله بكر الا الله، خلافه، هاي شايفين البيعه يا اخوه؟ اريدها. شايفين معد لا الصدمه؟ انت مصدوم يا لا لا شباب، يا عم تدبيسها ما اسمع حبه. يا اي حبيبي، يلا اسمع 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 اسمع، ما بدنا بس ايه، ركزوا معايا. ده بحار الانوار المجلد 32 صفحة كامل أول، ثواني بس يا اخوانا نجيب له الصفحة. لحظة لحظة حتى اطلعها وياك. أيوة صفحة ستة، بحار أيوة الأنوار صفحة جيم، ستة مجلد 32، يا جزء 32. لا ده 2. تمام انا مغطي على المفاجأة يا اخوان، انا اول ما تمام اطلع المفاجأة عايزكم تكبروا وتفجروا لي الشاشة. تمام أي الله يرضى صفحة؟ عليكم. أي صفحة؟ 6، 6. ايوه يلا تمام، وين يلا، موجودة؟ أي رقم؟ وين موجودة؟ إيش مكتوب؟ غمض عينيك، يلا أقرأ. غمض عينيك. أقرأ تنترارارن، أقرأ، يلا اقرا 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 اقرا،
تن بكره انت يا تن اخي ليش تن ما تن واضح الناس والله والله ولا واحد يشوفها ترى بس تشوفها تحس بيها اقراها ايه وروي وروي أنهما طلبا منه أن يوليهما المصريين البصرة والكوفة، أو المصرين، يعني ما أعرفش أنتم لا لا بتكتبوا أي كلام. المصريين يعني فقال مصر ولاية اسمع لا الأمصار تقاطع، ولايات نعم أنا اسمع فهمت لا لا تقاطع، اسمع لا خاف أنا في تقاطع، المصريين إيه بقول لك اسمع لا تقاطع، إيه اسمع. كبسة عمرية بكرية على الصبح، اسمع بس. ثم لم يولهما فأتياه فاستأذناه للعمرة، فقال ما العمرة تريدان؟ فحلف له بالله ما الخلاف عليه، ولا نكث بيعته. يريدان يريدان، وما رأيهما غير العمرة؟ قال لهما فأعيد لي البيع ثانيا، فأعادها بأشد ما يكون من الإيمان والمواثيق، فأذن لهما. علي هنا بايع بايعتين، يلا اشرب بيبس. يا سبحان الله هي القصة وين جابها جاب على البق اشرب بيبس يلا. وين راح؟ وين راح؟ ولا بمنتظر؟ حي الله حي الله الغالي يا خالد ام عدنان. وين راح ابو منتظر؟ ولا منتظر انكبس. قصف الجبهه كان عنيف يا قيسي. حياك الله يا خالته معدنان، جزاك الله خيرا. والله ليك وحشه يا خالتي، يا ابو والله ليك معاذ وحشه والله. اسال الله عز وجل ان امورك تكون بخير، اسال الله عز وجل انك تكون بخير. جزاك الله خيرا، حياك الله. وين راح؟ وين راح يا قيسي؟ حيا الله الشيخ الراية. يقول لك صاعدني يقول لك صاعدني مين كمان بيقول صعد؟ جزاك شو الله خيرا يا ام عدنان، جزاك الله خيرا، حياك الله حياك الله. أبو صلى الله منتظر عز وجل يجزيك خير يا رب، صلى الله يجزيك خير. طيب السلام عليكم وعليكم وعليكم كيف السلام، الحال إن شاء الله بخير حياك الله شيخنا وبطلعه دلوقتي. ده صحيح مسلم يا شباب؟ والله بخير يا خالتي، جزاك الله خيرا، حياك الله. ده صحيح مسلم يا شباب بيقول ان علي بن ابي طالب بايع ابو بكر مرتين، بس هي مفاجأة مجهزها لك يا ابو منتظر. ماشي، حيا الله شيخنا ابن الخطاب. هلا بالحبيب كيف الحال إن شاء الله بخير والله بخير الحمد لله. صبحكم الله الله بالخير يخليك. أبو منتظر من صباح الله خير كبسات ولك خلاص خلاص لكن انت شنو الجبهة الحديدية عليك هذه علي وانا جبهة بكتب مثل في حديث. القبة الحديدية بإسرائيل ما تنهدم ما بيشبع لطمه ما كبس. يشبع أقسم بالله والله ما يشبع مسكين يا ابو مسكين معاذ اشوف ماخذين الشغلة على انه عناد يعني ربحتك ربحتني هم مو احنا نعم. يعني الله يهديهم اللهم امين. طيب وين راح صعد عندي سؤال له يا ابو معاذ. ما عدا ابو علي، الله لا يهدي ابو علي ويشل لسانه. هذا ابو علي الحشاش الكلب سب امي البارحه. خذ هو يا وحشوا شيخ. اي بس عندي سؤال بسيط بس اذا يقدر يجاوب عليه. اليوم حضروا مروق قناة عشق اليوم انا الغريب؟ بس ابي هيو معك. ما ادري اسمعوني يا اخوان اسمعوا بيش احتج عليه ابو معاذ احتج عليه طلحه والزبير هذا اللي يقول كبسكم ايش نعرف ايش عيد 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 منتظر. السؤال ده تاني هي الصدمة مأثرة عليه. انت منتظر فين اثبت يا راجل. لا انا والله هو ما انا نزلت، منتظر انا والله هو ما نزلتك يا كذاب. من قوة من اطلب قسط تاني. من ثواني قوة يا الكبسة شيخنا، الانترنت قام يضيع ثواني ثواني، اطلب قسط تاني يا كذاب. تعال. أقول لك أبو معاذ أبو نعم معاذ شيخنا. من قوة الكبسة ظهر الإنترنت اخترب والله جاي تنزلوني أقسم بالله يو أنت والمشرفين جاي ينزلوني احلف بالعباس احلف بالعباس أقسم بعزة الله
احنا طيب بنحفظ معانا. المشرف اصبر بس، لا اعوذ بالله اصبر، المشرف ما ينزلك الا لازم يعطيك بلوك، شلون معطيك بلوك وانت قاعد تكلمنا؟ يا وبقول سلام. المشرف نزله، والله انت راجل اهبل، والله انت راجل اهبل يا ابو منتظر، كيف اداك بلوك يلا وانت موجود في البث؟ ايه مو مشكلة مو مشكلة، حتى هذه كبسة، شوف هذه كبسة من غير الدين. هذه كبسة خارج الدين. زين نسمع. ابو معاذ، ابو معاذ نعم احتج عليه بالبيعتين مال طلحة والزبير، جابهم حطاهم ليه لابو بكر، جاب بكر احنا نحتج على ابو بكر، جابه على طلحة والزبير، هذا اللي احتج عليه يكبسني الاخ. طلع الرواية ردود. ده أصل الشيعة، أصل الشيعة وأصولها. طبعا أنت عارف الكتاب لمين، ما بدكش إن أنا أتعب نفسي معاك. بصوا يا إخوة، هنا في الكتاب بيقول إيه؟ وزيد كبر على الصورة ذلك خلي أنه أقراها رأى للناس، الرجل. كبر الصورة. اسمع بس، هذا حاضر بحار حاضر أنوار كبر الصورة، حاضر خلاص 32 اسمع بقى، 6 اسمع بقى الله يرضى عليك، اسمع تمام. اسمع شوفوا كيف أكبر الصورة يا شباب. وجاء ثواني يا طلحة أبو والزبير. بطيخ، أنت اصبر، المن طب اصبر اجوا؟ بس، اصبر بس لا تقول لي المن. يا عم، شوف اصبر اصبر اصبر. اسمع يا اخوان، وجاء طلحة طيب ركز والزبير. معايا، ركز معايا بقى، خلاص مش توجع دماغي، ركز معايا. جزاك الله خيرا. طيب انا عايز اعرف فقره يا شباب اهو، وزيد على ذلك كتاب اصل الشيعه، هل بجيب لك المصدر؟ صفحه هو 146، نفسه بحار الأنوار بقول لك 32 اصل صفحة 6. الشيعه، اصل الشيعه واصولها، اصل ما لك الشيعه علاقة، أقول لك واصولها. أنا قلت لك طيب انطيني اقرا وبايعت، معايا، وبايعت أبا بكر، وزيد على، جاب يا عم طلحة اسمع والزبير بالموضوع. يا عم اسمع، إيش وزيد موجود على أبو خلينا ذلك نسمع. لا يا أخي لا لا اصل تفضل. الشيعه يا عم اسمع. إيه زين اسمع دقيقة أبو معاذ، أبو معاذ يعني الحين طلحة والزبير مو اخذوا علي عشان يبايع ابو بكر؟ كلام ابو البايع معاذ ايه؟ صح، كلام ابو معاذ اصبر صح. انا اقول لكم ايه راجعين بلع عليها، بس اصبر بس. طب يا اخوانا والله ده انا عندي 3000 مصدر ان علي وطلحه والزبير بايعوا ابو بكر، بس اصبروا بس. ده اصل الشيعه واصولها، بيقول لك ايه يا ابو منتظر؟ بيقول لك وزيد على، حياك الله يا خالتي، جزاك الله خيرا، اسال الله عز وجل انه يعوض عليك. لو شامر لا اله اسد الا مرة الله. واحدة احسن يا ابو معاذ حتى تسمع لا اسد لا لا مرة لا لا واحدة. لا، قيس قيس، بعد اذنك، ده الشاق يا ابو جزاك معاذ. الله خيرا، اسال الله عز وجل انه يعوض عليك خير يا رب، اللهم امين. طيب طيب وزيد على، شوف كنت انا مع اني هطلع لك النهارده المغرب، بس عايزها تبقى مفاجاه ابو بطيخ. وزيد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف عن المسلمين قد نصح للإسلام، وصار ببذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة، بيتكلم عن أبو بكر يا شباب علي، وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من الخلافة والإمرة، لأجل ذلك كله تابع وبايع، تابع وبايع. علي بن ابي طالب بايع اهوت يا ابو منتظر. كملت؟ كملت هسه انطيني لا يا لسه لسه جزاك الله لسه خير، عاد شوف ما تخلونا اتكلم لين راح اصبر جزاك الله دقيقة خيرا. بس، دقيقة جزاك الله خير يا ابو اختي، معاذ اختي بارك الله احتج فيك، لين ادعم البث. لا الرواية. اسمع اصبر بس اسمع ابو لا منتظر، لا خليني اقول لا لا اتكلم ما مع اصبرون، الاخوة، ما ابى اصبرون اتكلم مع معاذ. الاخوة، مع الاخوة الاخت واحد اللي واحد ابن دعمتني، الخطاب. اسمع اقول لها واحد يا ابو جزاك الله معاذ، خير، الاخت ابو اللي معاذ دعمتني، اسال الله يجزاك خير، لا تدعمي، ندعم البث، بارك الله اسمع يا اسمع. رجل انا وانت واحد، ابو الله يرضى معاذ عليك، احتج عليه الله بهاي يبارك فيك. الرواية. هاي الرواية ليمتها؟ هاي وفي ولاية خلافة لحظة خلينا نقراها من البداية. جاء ايه وجاء الزبير ايه وطلحة إلى علي. هاي ليمتها؟ ايه هاي ايه أيام خلافة علي. إيش جاب أبو بكر بالموضوع؟ ايه ايه كمل كمل كمل، خلنا نسمع. تمام؟ إلى علي عليه ايه السلام ايه بعد البيعة. أي بيعة؟ بيعة بعد بيعة الإمام من؟ علي، بيعة الإمام علي، وطلبوا يوليهم على المصريين. ليش المصريين؟ الكوفة وينها طلبت تو المصريين كنت وينها تقول طلبت مصريين، شلون الكوفة؟ المصريين بوب المصريين، تعرفين شنو المصريين معناتها؟ تقول شنو يقول مصريين معناته؟ ويقول الحين لحظة مصريين. لحظة ما لحظة لا ابن الخطاب، لحظة ابن الخطاب، شنو معناته؟ ثاني ما عربيتي مو قوية، شنو معناته؟ شنو معناته هاي المصريين؟ لا هاي ها هي انت اسمع سألت اسمع ثاني اسمع ما اعرف، انا ما ده اعرف اسمع. ده كمان نهج البلاغة، نهج البلاغة هو لحظة لحظة كشباب. لحظة خليني اكمل. لحظة ابو معاذ. يلا كمل. وروي انهما طلبا منه ان يوليهما المصرين، يا المصرين البصره والكوفه، يا هم دوله طلحه والزبير طلبوا من الامام علي ان يوليهم البصره والكوفه حتى جميل شنو يبايعونه. تمام جاب ابو بكر يا حجي ابو معاذ
بالموضوع. يلا نكمل. انا قلت لك انطيني ابو بكر انه بايع بيعتين حسب يلا. الدعاء. يلا 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 هو نهج البلاغه يا عم. اسمع طيب، لا اله الا الله، معنى انا عرضت عليك مصدر دلوقتي انت عملت نفسك ميت. خلي بالك المصدر اللي قبل نهج البلاغه ده انت عملت نفسك ايه؟ لا 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 ميت. لا لا بس لا تحتج عليه بروايه غير روايه. جيب لي مالطه حج لا هي ثواني 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 اصبر بس علي انت لحظه. طيب نطول يا ابو معاذ لاني بساله، فاذا مطول لا اسال سؤالك. انا عرضت له اكثر من مصدر زين ولحد دلوقتي منتظر. على فكره تسمعني. على فكره يا هو مصدر يا مصدر يا ابن الخطاب اقول لك ثواني. ابو منتظر ابو منتظر لا ثواني ثواني نقطة واحدة قدام الناس ثواني. مو ما يقلب الموضوع يا رجل اسمع، سؤال واحد بس جاوبني عليه قدام الناس. علي في كتب الشيعة بايع أبو بكر ولا ما بايعه؟ بعد ست أشهر موجودة هاي الرواية. الله بعد ست أشهر موجودة ما أنكرها. بس خلاص خلصت القصة. لا 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 لحظة لحظة لا لا اصبر 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 اصبر. احنا الشاهد عندنا بايع. الشاهد هو بايع. الشاهد ثلاث ايام ثلاث ساعات 17 يوم. المهم بايع ولا ما بايع؟ ايوه اعترف خلاص تمام. بس بايع زين. اصبر 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 زين. انا بس احبك لما تعترف يا ابو ثلاثة. ما تخلونا نتكلم يلا يلا ماشي. انا مالي علاقه في انا مالي شغل. ابو منتظر قبل يومين نزلنا عن هالسؤال ما خلاني. ابو منتظر ابو منتظر ابو منتظر اصبر بس. انا مالي شغل بابو معاذ. انا جاي اصعد اسالك سؤال وامشي. انا مشغول ماني فاضي. ما يخالف بس سؤال بس نقاش خفيف وامشي. هو سال اسال بس اقول لك. لا سؤالي انا سؤالي انا انا اللي بسال. انا اللي بسال بس راح افهمك الموضوع. انت كنت ما موجود. قلت لابو معاذ. لا كنت موجود كنت موجود كنت موجود. ها قلت لي ليش الامام علي ما عندنا لمده ستة اشهر ماشي على هالسؤال. لا 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 علي بايع من ثاني يوم. علي بايع من ثاني يوم في سنن البيهقي. في سنن البيهقي بايع من ثاني يوم. من ثاني يوم بايع في سنن البيهقي. قال موجوده بكتبكم. طلع موجوده بكتبي ابو معاذ. لو طلعت في سنن البيهقي بيعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه في سنن البيهقي بايع من ثاني يوم. ثواني شيخ لاني انا ماسك خط. ف يا شيخنا بعد اذنك بس نقطه الله يرضى عليك. هلا دلوقتي علي لما بايع بعد ست شهور ابو بكر حكم قد ايه يا ابو منتظر؟ ابو بكر حكم قد ايه؟ سنتين ونص. سنتين ونص سنتين ونص طلع منهم ست شهور. يبقى علي كان تحت ايد ابو بكر وابو بكر خليفه لمده سنتين صح ولا غلط؟ ايه صح ولا غلط؟ كمل ايه وياك. طب انت بتناقشنا في ايه؟ ابو بكر خلاص احنا نبي نثبت ان احنا نبي نثبت ان علي بايع. احنا نبي نثبت ان علي بايع وابو بكر هو الخليفه. ما هو اثبتنا يا شيخنا. تمام زين. اصبر 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 اصبر. انا بس عندي امر بسيط الحين. الله سبحانه وتعالى يقول ابو معاذ لا تكتب الدور. انا قلت لك يا ابو منتظر لحظه. ابو منتظر ابو منتظر خلاص. ابو منتظر انت عندك المشكله في المده. اصبر اصبر. عندك المشكله في المده ولا البيعه؟ مشكلتي التاريخ بيها. الامام علي ليش ما بايع ست اشهر؟ يعني ما راضي بالخلافه. هذا قصدانه. طيب لحظه لحظه. لو مو راضي بالخلافه ليش بايع؟ بوم اقول لك. طيب لا 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 اسمع لا لا زين لا, 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 لا والله لا والله خذ ثواني ثواني يا شباب ثواني 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 ثواني. انا بدي اجيب اسمع اسمع يا ابو منتظر. انت بتقول المسلمين كلهم بايعوا. لحظه اسمع اسمع. المسلمين كلهم بايعوا بس الامام علي ما بايع. لا لا انا هجيب لك علي بايع من اول يوم. ثواني يا اخوانا انا هجيب لك علي بايع ابو بكر من اول يوم من كتب الشيعة. ايه رايك؟ جاي انطني اياها. انا عايز الناس كلها تستعد لقصف الجبهه ده. ركز معايا بس. مو تجيب لي روايه طه والزبير. لا اريد ابو بكر. اي ده كتاب سفينه الايه؟ لحظه مستدرك انطنيا. سفينه البحار. انطني انطني لحظه اهو. اعذروني يا ابو. ركزوا بس ركزوا اخوانا في اللي احنا مجهزه له. ماشي ما حد يتكلم ما حد يتكلم. ابو منتظر شويه انت معاك. خلاص انا اكون معك في التكست يا ابو. اي جزء؟ اي جزء؟ لا تنزل لا تنزل. اي جزء؟ اي جزء؟ لا تنزل يا ابن خط. هو مطول ما راح يخلينا نسال يعني. اي جزء؟ الجزء 8. الجزء 8 باب القاف.
صفحة 405، ومش هعيد لك المصدر تاني على فكرة. انا بس ما اعرفش والله جبهتك دي هتتحمل قصف قد ايه يعني. والله الراجل اعترف ان علي بايع يا شباب، والله احنا تعبين نفسنا على الفاضي. انا اعترفت بعد 6 اشهر، اقول لك بعد 6 اشهر قلت لك موجوده هاي بكتبنا تمام. يا عم انا لا قلت لا لك هاي قبل دي مش هاي بعد 6 اشهر، 6 اشهر، لا دي قبل تكبتوا لك 6 اشهر. الشعب معاذ يا عم يلا انجز، انت اللي قاعد، انت اللي اقرا. يلا اقراها اقراها يلا، انا يلا راح اطلع هاي. يلا انا هقرا من اول ايه. فقعدوا في بيت فاطمه حتى بعث اليهم ابو بكر وعمر. على فكره انا اقدر اجيب لك الروايه اللي في مصنف ابن ابي شيبه، ها دي من اول يوم حتى بايعوا لابو بكر، الروايه فيها حتى وانت عارفها طبعا، روايه مصنف ابن ابي شيبه. لكن حبيبي مزون، طبعا احنا بنقول لكم روايه ضعيفه، انتوا بتقولوا روايه صحيحه، فاعتبرها لا لا صحيحه بتاعت مصنف ابن ابي اسمعني. شيبه، ده دليل على انهم بايعوا من اول يوم. اسمع اسمع. حتى بعث اليهم ابو بكر عمر بن الخطاب ليخرجنهم، ليخرجهم من بيت فاطمه. اجت عندك؟ طب ثواني خلينا اكمل، المتابعين خلينا شافونا. اكمل. ايه اي انت كمل متابعين؟ براحتك. اي كتاب اي اللي انت جايبه، اي كتاب، اي كتاب، مستدرك سفينة اي نجاة اللي كتاب. قلت لي عليه، شوفه طيب اهو. اللي قلت لي عليه. فخرج هيا يا عم اهو، لا اله الا الله، اسمع بس اهو، اي المصدر قدامي. فخرج علي حتى دخل على ابي بكر فبايعه. قدامك اهي، اهي شوفوني يا قام متابعين، يبلع يعني ريجه 24 مسكين. متابع، ايش اهي مكتوب هنا؟ اهي. فخرج يبايعه انت الا بتقرا، منو؟ انت بتقرا فين؟ ثواني، انت بتقرا فين؟ رقم كامل انت بتقرا مستدرك فيها؟ سفينة النجاة. ايوه سفينة شيخ البحار. يا ودي انا قلت جزء لك سفينة 8 النجاة، سفينة أربعمية البحار، وخمسة. سفينة البحار، المهم مستدرك سفينة البحار. خلها سفينة العواصف، شو تعال العلاقة تعال بيها؟ تعال تعال انطيني. تعال سفينة مجنس. الصحراء، تعال تعال سفينة الصحراء، سفينة تعال الصحراء. تعال وضحتكم تعال يا تيسي. متابعين، وين يا وين سفينة مدلسين النجاة؟ وضحتكم. شوف انا بقول لك سفينة فبايعوا البحار، سفينة البحار. الا منو؟ بحار بحار هي هي هاي هاي شوف ايوه زين. وهاي ابو معاذ، ابو معاذ، ابو معاذ، ابو اسكت. معاذ تسمعني، فخرجوا بايعوا الا تسمعني منو؟ الا منو؟ تسمعني الا تسمعني. منو؟ عرضله على اللابتوب احسن، استنى عرضله زين. على اذا زين هن اصبر يا ابو معاذ، ابو معاذ تصبر شوي. الحين انت تبي من كتب السنة ولا الشيعة؟ اخي قال لي موجودة عندكم. اي اي موجودة، اي 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 اي. لحظة طيب، مو مشكلة مو مشكلة. ابو معاذ، ابو قبل معاذ شوية جاب نعم. رواية مال طلحة والزبير، هسه ابو جاب معاذ ثواني ثواني يا اخو، بالله عليك اصبر لا بس، لا ثواني اصبر بس يا ابو معاذ اصبر. نعم هذا اكتب عندك الشافي في الامامة. ما طب اطلع له بس المصدر ده الاول، يلا ثواني طلع بس له. ثواني يلا يلا ثواني يا يلا. اخو بارك الله فيك، يلا ثواني بس. انه بايع بنفس اليوم. يلا ثواني بس، ثواني ابو منتظر، اشرب ماء وابلع. سيبوا لي بس دقيقة واحدة، بس دقيقة واحدة انا بس. لو انا المشكلة خط، لو اني واقف والله راح ان شاء الله باذن الله راح تشوف العجائب والغرائب، راح تشوف سفينة البحار فعلا. بصوا يا اخوة بس بارك الله فيكم، ثواني دي المكتبة، ما اعرفش هو هتبقى واضحة كده ولا لا، ما اعرفش. دي المكتبة اللي ايه؟ المكتبة الشيعية الشيعية. صح؟ نعم ايوه. مستدرك سفينة الايه؟ البحار، المفكرات جزء 8 صفحة 400 وكام؟ 405 اهو، انزل تحت كده. انا قرأت من هنا يا شباب بارك الله فيكم. قال نعم نعم او تدخلوا فيما دخلت به الأمة. فخرج علي حتى دخل على أبي بكر فبايعه. العب. اوف 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 اوف. يا العب. لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي فبايعه. يا لهوي هاي هاي قدامك ابو منتظر، فبايعه اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، فبايعه. اعمل نفسك ميت. ابلع ابلع ابو منتظر، اعمل نفسك ميت يا ابو منتظر يا كذاب. طيب وين هذا؟ اي صفحة؟ هاي اصبر اصبر، هاي اي صفحة اي صفحة هاي. اي صفحة اصبر يا ابو معاذ، خلي تطلعها باي صفحة. لحظة اصبر،
اي صفحة هذه يا ابو مسكر المايك من قوة الكبسة انت، افتح المايك افتح المايك من قوة الكبسة مسكر المايك. اي صفحة مو منتظر تفهمك اي صفحة اي صفحة الشيخ صفحة نمازي الشهرود اي 8 صفحة 405 405 ابو معاذ انت اي صفحة انهم خرجوا بايعوا الا عليا انت سواني ما بايع سواني سواني خليه يكمل بس خليه يكمل ها كمل 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 ابو منتظر ها شكلك راح تنتظر واجد يا ابو منتظر يا قيسي صار شايب عيونك راحت انت انت جبتك راحت هو عيونه راحت انت جبتك راحت كمل كمل حبيبي ما راح انت جيت يقرا والله هذا طيب الله يساعدك الله يساعدك امين يلا اقرا اقرا خلاص ام منتظر تصير سني احسن لك يعني ايش يا اخوه بصوا 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 هاي مستدرك هاي المكتبه الشيعيه انا طلعتها قدامكم صح هاي المكتبه الشيعيه هاي مستدرك سفينه البحار هاي الشيخ الشهرودي بتاعه جزء 8 جزء واضحه يا شباب صفحه 405 اهي اهي انا جايب نفس الصفحه اهي اهي أه. والله نفس اهو معلم عليه اهو من اول قال نعم او تدخل فيما دخلت به الامه اي كمل كمل يا ابو شيخ هو بينكر ان هي موجوده في الصفحه انت عارف انا ساكت ليه انا عشان اعرف الدنيا كلها انه كذاب باصص في نص الصفحه مش عايز ينزل لتحت شويه الكذاب المدلس ايوه انزل أيوة. زي ما انا نزلت يا كذاب انزل تحت في اخر الصفحه يا كذاب طيب ابو منتظر ابو منتظر انزل شوي انزل شوي ابو منتظر انزل شوي انزل يلا خلينا نشوف انزل 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 405 انزل انزل تحت انزل تحت ايوه اهي هناك ايوه ايوه هيا 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 وين وين انزل 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 هاي الصفحه ابويا لا وين وين فخرج علي حتى دخل على ابي بكر بكر فبايعه كهو الله اكبر انت فين انت فين كملت انتوا فين واحنا مين يا كذاب يا كذاب وانتوا ايه وانتوا فين واحنا مين وكذي ابو منتظر الحين ابو منتظر راح انتظر مع المنتظر شكله خد يا مدلس خد والله ما يصير يا ابو معاذ انا ترى ناطر اسال يعني انت خلي الدور يعني انا ناطر اسال بالله عليكم بالله عليكم راح فين سامي يمكن يكون يا اخواننا الزحله ولا حاجه الراجل برضه شباب احنا بسنا طلع اكسبلور خلي بالكم الله اكبر على اللي عملها والله بقالنا اسبوع بنحاول نطلع الحساب اكسبلور اطفي المايك ممتاز اطفي المايك طف طف تمام تمام والله ما انتبهت طيب. على الحساب جزاكم الله خيرا يا اخوه بارك الله فيكم جزاك الله خيرا طلب قس طلب قس طلب قس ترجع ارجع هو يغيب شوي ويرجع هو يغيب شوي ويرجع والله عيب والله عيب عليك يا ابو منتصر والله عيب عليك اذا بتطلع المره دي بتقول نزلناك ترى بضربك بالجزمه لان احنا كنا دايسين على دماغك يا اخوان هاي الاحتج ها نفس الصفحه وين انه بايع ابا بكر طلعها لا تضحك لا تهرب بالضحك انزل انزل تحت انزل راح اقرا لك كلها راح اقرا لك منها وانزل اسمع قال نعم وليعلم ان خبر قال نعم اي سطر او تدخلوا فيما دخلت به الامه فخرج علي 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 اهي فخرج علي حتى دخل دخل اسمع يا ابو بطيخ حتى دخل على ابي بكر فبايعه فبايعه اشرب بيبس او لحظه 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 قبل لا تنزلني لحظه لحظه ليش ما راح انزلك ما راح هالدرجه خايف ما راح انزلك ما راح انزلك لا تخاف يا ابن الخطاب انا انهيت حواري مع ابو منتظر طيب انا عندي سؤال يا ابو منتظر لحظه 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 التدليس هذا مطلوب ما اشوف انا موجوده كلمه فدخل ببايع وين هالكلمه وين اصبر يا ابو معاذ ابو معاذ هاي الصفحه قدامك هاي الصفحه قدامك ابو معاذ الكذب هذا ليش تكذبون بنقول لك انزل يا ابني قدامك اهي يا اخواننا قدامه اهي اهي وين هو ايوه انزل تحت ابو معاذ انزل تحت هو انت وين تقرا انت وين تقرا وين تقرا يا ابن الخطاب ما هي قدام عينيه قدام عينيه اهي اصبر ادري 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 طيب تقرا والله تقرأ. ما موجودك الكلمه
تخلفوا عن بيعة مكتوبة يا ابني، انزل مكتوبة تحت تخلفوا عن بيعة. كمل اهي بس وينها بعد وينها؟ كاي 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 كاي، شوف شوف شوف، انت تقرأ هنا صح؟ اصبر، الذين تخلفوا عن بيعة ابي بكر صح؟ هذا اللي تقرأه انت صح؟ طيب ايه طيب، انزل تحت، انزل تحت، اصبر يا ابو معاذ اصبر، انزل تحت، ايش يقول؟ تحت قال قال ابن نعم. الخطاب جئت لا لا لا، لتحرق انزل انزل دارنا. بعد، ايوه اللي تحرق دارنا، انزل تحتها، انزل تحتها، قال نعم، ايوه فما كمل كمل. خلفتم عن الامه فخرج علي حتى دخل على روح الباب انتهى. ايوه لحظه ايوه لحظه لحظه لحظه، فخرج ما علي حتى فخرج على ابي بكر وبايعه. الله اكبر، قلت لك انا خلني اوقف، انا اعلمك لحظه فيك لحظه بس لحظه اصبر. انا وعدتك بقصف الجبهه وانا وفيت بوعدي معاك ابن الخطاب. يلا انا كده انهيت حواري، طيب انصدم. ابو منتظر، ابو منتظر، ابو منتظر، ابو لحظه منتظر، ابغير الموضوع عشان سامحني ولا ارجع لا؟ لك. ايه اه انا اسمعك يا انهيت حبيبي حواري القاسم، معاك، بص اسمع، انا حبيبي انهيت حواري معاك، معاك الشيخ ابن لا والله ما الخطاب انهيت بس ابو، يا عم. انت خلاص الا على نفس الا الروح. تبي تنفجر جبهتك اليوم، خلاص استر على نفسك. اسمع الحين، تفضل. الحين الحين، الله سبحانه وتعالى يقول ان الله سبحانه وتعالى، اليس الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين صح؟ اي ان الله ناصر المؤمنين صح؟ والله سبحانه وتعالى والرسول قال اللهم والي من ولا وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله صح؟ اتركها 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 السالفه هاي، يا انا حبيبي كل يوم طلع لكم عذر وما بسألك قدرت اعتذر بسألك فيه. بسألك، تعال اسمع يا حبيبنا اسمع الحين، مو انصر من نصره صح؟ اي طيب شلون الله نصر ابو بكر الكافر على علي المؤمن؟ كيف طيب ليش انتوا هاي الروايه كنتوا يا تنسوها حبيبي؟ تقولوا هاي جاوب موضوعه؟ جاوب، لحظه لحظه، مو طلعتوا شلون انتوا الله الحاره فيها نصر؟ والدور اسمع اسمع الدور اسمع كله هاي اسمع موجوده هاي اسمع الروايه؟ اسمع والله اسمع قبل اسمع قبل سنين ما كانت هاي اسمع موجوده، اسمع تقولون هاي اسمع موضوعه كلمه، اسمع انتوا تقول اسمع يا حبيبي فحورتوا اسمع فحورتوا يا قلتوا لي هاي حبيبي تفيدنا اسمع. خلينا نحطها حتى ابو نقول لهم منتظر، شلون الله ما نصره. ولك ابو منتظر بالع مسجل انت اصبر اعمل ها حبيبي، انصر من نصره طيب واخذل من خذله، شلون الله نصر الكافر ابو بكر على علي رضي الله عنه؟ كيف؟ ابلع، شوف شلون صار هدوء. وين رحت؟ الو يا نعم جماعه ترى صوروها الو هذه، ترى حلوه، ترى الو صوروها. جاي تسمع لك؟ لا جاي والله تستمع لي؟ صوروا والله الا الو جاي، الا جاي تبلع، مو جاي تسمع والله لي. صوروا صوروا حتى تدليسكم تذبحون بي. زين ماشي ماشي، اسمع انت الحين، الحين انصر من نصره، ليش الله ما نصر علي على ابو بكر؟ نصره طيب شلون صار ابو بكر صار الخليفه وعلي بايع ابو بكر؟ كيف يعني؟ ما له علاقه هاي. السلام عليكم. الله نصره بالدين وحفظ الدين وحفظ الاسلام، خلاص طيب وين هذا حفظ نصر الله. الدين؟ طيب نصر وين الله؟ اهم طيب شغلنا، وين؟ اهم اسمع شغلنا بس. حبايب، الدين انتم على والاسلام. الشاشه حبايب، زين انتم انت على وين، الشاشه وين ضحكتوا حفظ علينا، الدين وصلنا 50,000، يا اخوي وصلنا يا اخوي 50,000 الله يرضى عليك. يعني يا اذا اخوي حتى ثواني ثواني تطبقها بس، حسب عقلك والامام يا حيسوي حبيبي يا حبيبي الحركه انا اسالك سؤال براحتك الحين، براحتك، كيف تعرف الله مال نصر مسجل علي؟ له 25 سنه. يا حبيبي كيف الله نصر علي وعلي؟ اول شيء انجر الى البيعه وخذوا وطقوا زوجته واخذوا بنته، وين النصر؟ هو هذا نصر الدين بهاي، نصر يعني الدين الامام انه علي ينهان علي. لو الامام علي محارب او مسوي له شغله راح الدين، هذا النصر هو. لا زين اي بالراحه دين اللي نفسه، زين، لا اصبر 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 بالقصه الامام اصبر حسين، اصبر لا اصبر اصبر، بالقصه اي دين؟ الامام حسين، طيب اسمع لو اسمع، انه مو مبايع مشكله، يده نفس راح الدين. قصة الحسين بن علي صح؟ ليش الحسين قاتل وعلي ما قاتل؟ الحسين لو مبايع ما قاتل انتهى الدين. ليه؟ طيب علي بايع وحافظ على الدين، ليش الحسين ما بايع؟ الو؟ الخليفة كان يزيد إنسان فاسق، كيف يبايع زين وابو كافر؟ بكر مسلم يعني؟ ابو بكر عندك لا مسلم؟ لا لا ابو بكر فاسق ما في، وكافر. لحظة لحظة لحظة، نفس الشيء، لا تفلسف. منو قال لك أبو بكر نفس قياس يزيد؟ أكو شيعي قال لك؟ زين ابو بكر، ابو بكر كافر ولا لا؟ أبو بكر إنسان ما عنده شيء، بينما يزيد إنسان فاسق شارع. هذا يا كلام اخي الإمام حسين كافر ولا لا؟ يا أخي. الإمام علي ما قال عن أبو بكر يا مثلا اخي انت اسمه تفهم، قائد انت حسين. تفهم، انت ابو الإمام بكر علي، كافر ولا الإمام مسلم؟ الحسين، الإمام الحسين قال كيف لي أبايع إنسانا فاسقا شارب الخمر زاني، وهالأمور هاي طرح عليه زين الحين الإمام علي ماشي ما ماشي قالها ماشي، على انا اسالك أبو سؤال، بكر. ماشي ماشي ماشي، إنما الحين علي، إنما الحين علي حافظ على الدين، حافظ على الدين وما قاتل ابو بكر، أبو ليش بكر الحسين ما حافظ على الدين وقاتل يزيد؟
أبو بكر رجال صاحب سلطة ما له مسلم الدين. ويزيد شنو كان راعي بقالة يزيد كان صاحب سلطة نفس يعني الشيء ليش قاتل يعني أهم بالدنيا وما بيها السلطة يعني ما يهم الدين زين علي كان يهم الدين علي كان يهم الدين هو لو ما يهم زين. الدين كان حارب واخذ السلطة ماشي ليش الحسين حارب وعلي ما حارب انت تعرف شجاعة الإمام علي المسلمين كلهم يذبحهم يذبحهم زين ليش الحسين صار أشجع من علي منو الحسين ليش صار أشجع من علي ليش هو قاتل والعلي اللي ما قاتل لا مو أشجع ما أقول الإمام علي ما أقوى أشجع منه بس كل وضع إلى وضع كل ساعة كل وضع إلى وضع شنو هذه كل وضع إلى وضع لو مبايع انت هسه حسب اندعاك إنه الإمام علي بايع أبو بكر لو مبايع الإمام الحسين يزيد لا انتهى الدين كله ولا زين. أصل زين أصلاً. أبو معاذ يا شيخنا والله عندي لك رواية أسأل الله سبحانه وتعالى إذا جاوبت عليها أنا أتشيع كل إمام عندنا كل إمام له ظرف خاص كل إمام زين ماشي 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 يعني المهدي اسمع بس اسمع بس اسمع بس لما نحارب يا حبيبي اسمع الصادق يقول الصادق يسب علي بن أبي طالب إيش رأيك يسب علي والحسين والحسن وكل واحد يسب أنفسهم جميعا شو الدليل افتح عندك المستدرك نفسه المستدرك سفينة البحار يا صفحة الجزء الأول صفحة 460 لو تعرضها لنا يا أبو معاذ يا أبو منتظر أنت قناعتني أنا الصراحة راح أشيع يعني الجزء كم شفنا الجزء الأول صفحة 460 هذه يمكن أنتم ما طحتوا عليها هذه مفاجأة عندي هذه صدقة جارية أي واحد بياخذ الرواية هذه صدقة جارية روح أخذوها طيب أبو منتظر علمية ما شاء الله إيه أنا ناطرة شيء بس اصبر إيه أبو منتظر شيء يعني كنا إيه لأن إحنا الحين أثبتنا يا القيسي إن علي بايع والحسن بايع إحنا أثبتنا علي بايع الحسن علي بن أبي طالب بايع علي بايع علي بايع انت تقول بايع بعد 6 اشهر مو مشكله خلاص بايع شيخ لا هذا السؤال كان 460 460 460 بدايه الحديث قلت له لماذا انا مبايع 6 اشهر اكل ماشي اكل سبب بعد 6 ماشي بعد 6 ماشي ما راح ارجع له انا ما راح ارجع للموضوع خلاص اسمع كلهم ما جاوبوا علي اسمع انا ما راح ارجع حبيبنا انا ما راح ارجع للموضوع اللي طاف لان علي بايع طبعا ثواني ابن الخطاب ابو منتظر اللي طلبوا مني ابن الخطاب هيبقى قصف جبهه من العيار الثقيل تخلع بجلدك ولا اعرض اصبر يا ابو معاذ اصبر ابو ابن الخطاب ثواني ابن الخطاب لا من حق ابو منتظر على راجل كبير في السن ممكن يروح فيها يجي له السكر ولا الضغط ولا الجلطه وساعتها يعني يخرب بيتنا على البث يلا خالتك ام عدنان بعتت لك طياره اركب الطياره وطير نصيحه مني اعرض زين اصبر لا تعرض اصبر اركب الطياره اركب الطياره وطير ابو معاذ اصبر جزاك الله خيرا انا اخذت معك يا ابو معاذ اصبر يا اخوي لا احد يصارخ احنا نبي بهداوه شوي واحده اهو طيب يا ابو اسمه يا ابو منتظر ايه اختار طياره من الطيارتين اللي خلت بعتها شيخنا بص وطير احسن اركب السجاده اركب السجاده يلا روح اركب المصاف الثاني يلا طيب خلاص ابو معاذ خلاص خلينا ندش الحين بالجد خلي الضحك شوي الحين علي الحين علي الحين علي بايع بعد 6 اشهر تمام انا عرض على خلاص الراجل عايز اصبر بايع بعد 6 اشهر تمام بايع بعد 6 اشهر طيب جزاك الله خير ورنا كلام الصادق يا ابو معاذ ورنا كلام الصادق ايش يقول يا توكلنا على كلام الصادق ايه يسب علي بن ابي طالب خلينا نشوفه بسم الله طيب انت عايز تدخل السكر قبل ما اعرض طيب لا اعرض على طول هذه هديه مني لكم يا اخوه على الكبس الصبح هذه بدايه طيب تقرا واضح عندك ولا مو واضح ابو معاذ لف القست لو سمحت لفه يا اخوان اي بس عشان يكون واضح عشان ابو معاذ يشوف يتابع ابن الخطاب وما يتابع ابو منتظر اللي نحسب بيه جلطه عشان تبقى واضحه مش عارف كده يا واضحه طيب شباب طيب ولا طيب 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 جميل ايوه يا ابو منتظر ايوه
هي الرواية اقرا قدامها لي يا اللي ابو فيها حاجة. منتظر. ايوه اقرا 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 اصبر لا اصبر، خلي اقراها، قربها قربها يا ابو خلي قربها، اقراها. خلنا نقرا اي ماشي انا اقراها لك ولا تزعل. وفي انا رواية ابو معاك. المفضل، المفضل ابن عمر قال الصادق عليه السلام: كل اقرا بيعة، اي ماشي قاعد اقرا انا قاعد اقرا، انت ايش فيك حتى اذنك راحت؟ كل بيعة وضح قبل لنا. ظهور القائم، اسمع زين اسمع، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. علي بايع أبو اوبا بكر، فالصادق يلعن أبو يلعن علي بن أبي طالب. مات ابو منتظر، انتحر. بس لا 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 لحظة، لا لحظة، فسر لي لحظة هذا لحظة المعنى شنو؟ يلا فسر لي حسب مفهومك. لا لا، فسر. حسب مفهوم الرواية، الرواية تقول كل بيعة بس قبل احنا ظهور القائم، ايه قبل ظهور القائم، قبل ظهور المهدي. طيب يعني مثلا بيعة علي لأبو بكر، بيعة ايه الحسن لمعاوية كذي. فيقول كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة. إلى هنا تمام. بعدين إيش قال؟ قال لعن الله المبايع لها ايه والمبايع له. الله، هذا يعني حسب الله تفسير عقلك هذا؟ حسب تفسير رجلي. ايش رايك انت الحين حسب تفسير ملكي. لحظة طيب لحظة، علي بايع ابو خليك بكر ولا لا؟ خليك على كيفك، خليك على كيفك، بايع ابو بكر خليك ولا لا؟ على كيفك يا شاب، يا محترم، يا فاهم، خليك على علي كيفك. بايع ولا ما بايع؟ المقصود بها شنو؟ فهمنا، لان انا ما جاي افهم الرواية، والناس يعني هاي انت من قوة جايبوها الكبسة ما تفهم ما تشوف روايتك؟ الرواية. روايتك ما تفهمها؟ انا افهمها اي والله، طب اي تسمحوا لي، والله. تسمحوا لي انا بس اشرحها؟ انا بنزل يا لا ابو لا لا مريم، انا جزاك اشرحها الله ممكن، خير. لحظه، انا من اشرحها تنقل ممكن. الروايه فسرها للناس خل تفهمها. طيب يلا ماشي ماشي، طيب، خلنا انا ابو اشرحها، انا معاذ اشرحها. خلنا انزل، انا انزل اكون معاكم في التكست تحت. لا 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 انا بس قبل لا الكبسه لا لا الحلوه لا هذه. قبل لا تهرب، قبل لا 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 انا تهرب، بنزل، انا لا لا اشرحها ما لهم. اهرب، انا موجود موجود. والله انا اذا ما شرحته هروب هذا عليك. انا لا لا انا تخاف لا اشرحها تخاف. يا حبيبي، هي لا هي اشرح. الروايه قدامي، طيب اشرح، هي الروايه طيب هي اشرح، هي قدامي، انا بشرحها، انا ايه بشرحها ايه خلاص. ايه طيب بس ما انا بديك تقراها كلمه علي، لا خطاب، خليك اشرحها خليك الشرح مالها. طيب خليك يا ابن الخطاب، خليك. لان انا والله مشغول يا ابو معاذ، بس اشرحها على السريع عشان انا انزل. يلا 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 افتح، يلا، كبر بصوا كاميرا يا وانا اخوان، اقراها لك، كبر كاميرا وانا قال اقراها، الصادق كبر يا عم. كاميرا. طيب انا بقرا، انا هقرا وانت اشرح، خلاص انا اقرا وانت اشرح. قال الصادق كل بيعة، اي هي كلها، قال الصادق اي كل بيعة قبل ظهور القائم اللي هو المهدي، أي بيعة جيد. قبل ظهور القائم عليه السلام اي فبيعته كفر ونفاق اي وخديعة. علي بن أبي طالب كافر منافق مخادع ملعون. يلا اشرحها أنت بقى، يلا جيد، كملت يلا كملنا. كملت هسه. بلعت انت، يعني بلعت في ريجك عقلك، مع احترامي، مع احترامي لعقولكم يا عم. المحجله، اشرح يعني اشرح. الامام الصادق من قال هاي؟ يعني لعن حتى اتباع المبايعينه قصدك، يا استاذ واللي اشرح بايعوا الرواية، الكاظم واللي بايعوا اشرح الرضا يا شيخنا. كلهم، يعني حبيبي حبيبي حبيبي، بابا ابو معناته، منتظر، ابو منتظر على معناته ايه ايه، شنو المعنات، معناته شنو اسمع اسمع، شنو معناته؟ يلا معناته شكو انسان تبايعونه، تبايعونه مو من ذول الناس المخصوصين اهل البيت قبل ظهور ما في اهل القائم. البيت، لا تكذب، ما في اهل البيت بالرواية، ما في، اترك اترك، ما في اهل البيت بالرواية. قال هو، قال لعن قال الله ما المبايع لها والمبايع له. علي بايع ابو بكر، متى فالله يلعن عند الصادق. متى 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 هذا الصادق يتكلم، متى علي بايع بابا، فاني بابا يلعنه. فهم بابا ليه متى؟ الرواية بتقول كل بيعة، كل كل بيعة بيعة قبل ظهور المهدي، ها قابل بيعته كفر منافق ونفاق مخادع وخديعة ملعون، ها قبل ظهور، قبل ظهور فهم ولا القائم. لا؟ إيه؟ المهدي ما طلع، يعني بيعة ايوه علي الآن بيعة كفر ونفاق. بابا لا أيوة تدلس، قبل ظهور القائم. القائم ظهر، مين القائم ظهر، اصبر اصبر، القائم ظهر، بعدك؟ بعدك القائم، لحظة وضح اصبر لي. اصبر، القائم مضى يا شيخنا، اصبر دقيقة بس لا تقاطعوني. القائم الله، ما ظهر، كنت هو، القائم ما ظهر الآن، القائم ما ظهر. لا لا ما فبيعة كنت علي ما وبيعة الحسن لا لا بيعة كفر ونفاق على كلام الصادق، لا لا ولا تكون لا تناصبي. ما اقول انكم جهله، لكن تعرفون وتحرفون الحديث طيب ماشي بابا. ماشي، هذا اللي يقول معناته، حبيبي هذا حبيبنا معناته، حبيبنا يا حبيبنا، هذا اي معناته، يا هي معناته بعد ابو الغيبه، معاذ، يعني ابو معاذ بعد الغيبه، هي خاف افضحكم، زين بعد الغيبه اي قبل انسان الغيبة، قبل الظهور، قبل الظهور
ايش فيك قبل الظهور؟ قبل الظهور معناته معناته بعد الغيبة. اسمع، وقبل الظهور، بعد الغيبة وقبل الظهور، اللي تبايعونه هذا المشمول فيه. فين بعد الغيبة؟ سواني تعال تعال، فين بعد الغيبة؟ انت راجل كذاب، وين بعد؟ وين هنا؟ وين الكلام؟ وين بالرواية؟ الجواب الصحيح انحصر، ظل يدلل. وين بالرواية بعد الغيبة؟ وين بعد الغيبة؟ ما انت راجل ما تستحي صحيح. وين؟ طيب شيخنا، شيخنا خلنا آخر أمر شيخنا، خلنا تنزل شيخنا، شيخنا يا ابو معاذ، ابو معاذ، ابو معاذ، ابو معاذ، ابو معاذ، ابو معاذ، اصبر يا ابو منتظر، ابو منتظر، ابو منتظر، ابو منتظر، اسمع هني. يقول حتى انا بنزل لان ما احب ارفع صوتي. يقول فبيعته كفر ونفاق وخديعه، هل بيعت علي كفر؟ لا. الصادق يقول اي ابلع. يلا سلام عليكم. تمام. لا ابو معاذ لحظه واحده، هو قال اي بيعه. روح اهرب، اهرب انت. لحظه اهرب. اسمع اسمع يا اخوان، اسمع يا اخوان، والله اقسم بعزه الله، المقصود بالروايه هاي شكل انسان مبايع بعد الغيبه مالت الامام، هذا انسان ضال وكفر. اللي تبايعونه بعد بعد الغيبه مالت الامام. اسمع لحظه، مو سواني، اسمع انت، اسمع انت، حتى ظهور القائم. خلاص ابن الخطاب نزل، تعال تعال ابن الخطاب نزل، حتى ظهور القائم نزل، هذا يدل على انه الامامه. يا معود اسكت، ثواني ثواني، انت قاعد تلف وتدور. ثواني ثواني، بصوا يا اخوه بارك الله فيكم، على راي احمد محجوب، قال الصادق عليه السلام كل بيعه قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعته كفر ونفاق وخديعه، لعن الله المبايع لها والمبايعه له. وين في الرواية بعد الغيبة؟ وريني كده، طلع علي كده من الرواية قدامك، يلا اتفضل شاور لي عليها، يلا شاور لي عليها. أبو معاذ، أبو معاذ شاور لي عليها. هرب، سامعني يا أبو معاذ؟ هرب يا شباب، دي تالت مرة يهرب من على القسط. أبو معاذ يا فضيحتك، يا أبو منتظر يا فضيحتك، اللي ما بعدها فضيحة، يا فضيحتك أبو معاذ. هرب يا شباب ولا لا؟ الفراد لا، والله لا شغل له، والله لا شغل له ضرطة أم وجود، لازم يسمع ضرطة أم وجود الشيعية على الصبح يا إخوة، عشان ما حدا يفهم الكلام غلط. التسجيل اللي أنا هشغله حالا ده تسجيل لامرأة شيعية، لامرأة شيعية بتفتح هنا بس على التيك توك وتسيب، بتفتح بس ثواني عشان ناس، في ناس كتير مش هتفهم، يعني هتقول لك ايه ده. التسجيل اللي انا هشغله حالا ده لواحده شيعيه، امراه شيعيه بتعمل بس هنا على التيك توك، سابت البث مفتوح ونامت او دخلت الحمام.